نساء بأفكار وآراء وجلسة يحلو فيها اللقاء. جلسة ونساء الآن. يا مساء الورد والحب والجمال عليكم مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا ملاح تكونوا لباس. نلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من حصتكم جلسة ونسا. يقول سافر ففي الأصفار خمس فوائد: متعة واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجدي. موضوعنا لليوم نخليكم تخموا فيه شوية ونستقبل زميلاتي. هاي نسرقوا قطة سمية. نلتحق بالزميلات ونشوفكم بعد هذا الجينجل. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا في سهرة اليوم المليئة بالمواضيع الشيقة والجميلة مع الجميلات. وش رأيكم؟ حبيبتي مساء النور. مساء النور عليكم كامل وعلى الجمهور أكيد الكريم والوافي. قبل ما نبدا الحلقه قلت بليك السفر يعلمنا خمس فوائد: العلم والادب واكتساب معيشه وصحبه ماجد. شكون منكم اللي تحب السفر وتسافر؟ انا تسافر انت بالطياره ما تحطيش. انا بزاف نحب السفر. زيد علمها لنا، يجب نجيب الحوايج. يقولوا بعد اذنكم يقولوا انه السفر كي تروح مع ناس يعرفك بقيمه الناس اللي معك. صح، أكيد. السفر من بين كما نقولوا الاسلحه اللي تخليك تعرف معدن السفر والعشره. انا نحب السفر بزاف لهذه الامور. نسافر دائما مع الناس القريبه ليا باش نكتشف حقيقتهم. غمزه تاع هناء هذه. اليوم راح نهضروا على دخول المرأة في مجال الإرشاد السياحي اللي هي جيد توريستيك. احنا نعرفوا الرجال بكثرة معروفين في هذا المجال، لكن خلونا نشوفوا إبداعات المرأة في هذا المجال مع ضيفتي نهاد بن زريبة وبشيرة العلاوي. مرحبا بكم. نهاد هي مرشدة سياحية جيد توريستيك هنا في الجزائر الجميلة تاعنا، وكامل الولاية تعرفهم وتديكم لها سياحة. وحبيتوا أي سؤال يوما أي معانا نهاد جاوبنا عليه. كيفاش جاتك ليدي باش تبداي تكوني جيد توريستيك؟ ماشي زعما عندك أجونس دو فواياج ولا تحوسي على الكونفور. دونك مرة احنا ننسى نحبوا الكونفور، نحبوا نكونوا آلز نقعدوا ما لناش تكسر الراس. كيفاش دخلتي للإرشاد؟ أولا شكرا على الاستضافة وعلى الفرصة أنه نكون جزء من هذه الجلسة الحلوة معكم. كيفاش حتى حبيت نولي جيد توريستيك؟ انه انا متخصصه في علم الاثار، قريت علم الاثار في الجامعه، وعلم الاثار هو اللي خلاني نكون كيريو، نكون فضوليه باش نكتشف كل يوم اكثر وباش نوظف المعلومات اللي تعلمتها واللي تعلمتها اكثر. كان لازم لي اموايا باش نكون مرشده سياحيه، هو الميور موايا باش نشارك هذيك المعلومات اللي تعلمتها واللي قريتها واللي شفتها في الجامعه. مال بديت مرشده سياحيه من 2012، وبديت العمل مجانا برك باش نغاني ليكسبيريونس كوم غي توريستيك. بالعقل خدت ديت لاغريمون من المينيستير والحمد لله، وبديت مرشده سياحيه على التراب الوطني، وكل مره نكتشف مدينه باش قبل بعد ندي ليها السياح. المجتمع الجزائري مجتمع معروف عليه انه مجتمع محافظ وصعب على المراه انها تعمل كل الشغل، بحكم خصوصا كمرشدة سياحية، بحكم إنها لازم يكون عليها تختلط بالرجال، ممكن بغربة يعني بأجانب، والسفر أيضا اللي مش سهل على المرأة. كيفاش العائلة تاعك، الوالدين، ممكن الزوج إذا حضرتك متزوجة، يسمحوا لك يعني بأنك تكون عندك هذه الحرية؟ هي في الحقيقة في بادئ الأمر كانت شوية صعبة عليا، لكن صديبون البيئة اللي تربيتي فيها والأخلاق اللي تعلمتي عليها. إذا كنت انتية بذا بحد ذاتك مديرة بارير
من ناحيه الاخلاق وفي التعامل مع الناس. اكيد الناس اللي راح تكوني معها دايركتور متعاملي معها راح تحترم الحواجز اللي راكي حاطتها. في البادئ الامر امي الله يرحمها هي اللي كانت دائما تشجعني باش نكون في هذا الميدان، كانت معظم الوقت تكون معايا، ومن بعدها بشويه بشويه وليت وحدي والاخوه ديالي ثاني كوراجوني جامي كانوا كونتر الفكره هذه. والان الزوج كل ما نكون كل ما يكون عندي خرجه يكون معايا. برافو عليك. نهاد انت ثاني احكي لي على الخبره تاعك في مجال الارشاد السياحي، وش علمك وش تعلمتي منه، شكون ايضا الولايه المفضله ليك واللي حتحبي تاريخها؟ هي كي تشوفي كل ولايه عندها ميزه خاصه بها. وش هي من ناحيه واش تعلمت في هذه المهنه؟ تعلمت انه لازم كل عقبه ما نشوفهاش عقبه، نشوفها درجه باش نزيد نمشي للقدام. اون فيريتي والله، لخاطر هذه المهنه صح صعيبه من ناحيه انه اذا انسان يقعد يشوفها على اساس كاين بزاف عقبات، ما لازمش نشوفها عقبات، لازم نكون نقعد اشاك فوا نتحدى، ولازم نلحق ميساج انه بلادنا شفتهم ذكروا انه الجزائر ما فيهاش سياحه، هي فيها سياحه، لازم حنا نفالوريزيوها، نقولوا بلي كاين فيها السياحه، نشطوا السياحه وناتيريو بلي بلادنا فيها عفايس. انا كي نجيو لينا السائح واش نقول لهم؟ نقول لهم راح تكتشفوا العالم في بلد واحد، لخاطر عندنا تنوع طبيعي، تنوع تاريخي، لي باساج دي سيفيل ثقافي، من ناحيه اللباس، من ناحيه الاكل، كل مدينه فيها اكله خاصه، فيها لباس خاص، فيها ثقافه، فيها تاريخ. يعني التنوع اللي عندنا على بها نقول اكتشفوا اكتشفوا العالم في بلد واحد. ومن ناحيه واش تجاني من عندي توريست كي يروحوا لبلادهم يقول لك نعاودوا نرجعوا. انا الحق كاين سياح اجانب اللي عاودوا رجعوا 5 مرات ما شاء الله. خمس مرات في امريكا، امريكيين عاودوا رجعوا 5 مرات، لانه في امور كثار يعني تتشاف بالجزائر. اكيد مش راح نقولوا انه ما في سياحه بالجزائر، في لكن قليله، وان شاء الله المفروض انه نشطوها ان شاء الله. بحكم انها قليله، هل في فرص شغل متوفره للمراه ك أكيد مرشده سياحيه؟ نحن وش لازم تتوفر يعني كشروط في المراه باش تقدر مثلا تدخل هذا المجال؟ اذا في سيدات ولا انسات حابين. احنا غيسامون كنا كي جا هذا لابيريود تاع الكوفيد، قلنا هذه الفترة المخيرة مادام البلاد راهي مغلوقة كامل كل جهة، قلنا لازم باش نفورميو لي غيد بورابور لي فام، هما اللي داو كاع لي بوست الحق، شاركوا معنا 40 20 نقصنا منهم، قعدوا البنات هما اللي كاليفي صح. وشنو هما اللي لازم يتوفروا فيهم؟ لازم تكون توجد لغتين أو أكثر مليحة، باسكو راح نخدموا مع مختلف سياح من أماكن مختلفة. ثاني كاين سياح جزائريين، كاين اللي ما يتكلموش فوالا يتكلم فرنسية. كذلك تكون عنده قابلية لاستقبال معلومات كثيرة، باسكو راح يتعلم يا إما يبوكيني يا إما حنايا راح نعلموهم معلومات اللي لاتوش تاعنا سبيسيال حول كل منطقة ولاتوش تاعها سبيسيال. كذلك هاد لي غيد يقعدوا سيدي غيد، حنا كيما باغ اكزومبل كيما أنا غيد ناسيونال على التراب الوطني، لكن بعض المناطق كي ندخلها لازم لي ولد المنطقة، اسمي نولي مرافقة فقط، لست مرشدة سياحية، ولد المنطقة ولا بنت المنطقة هي اللي توفر المعلومات كيلفو. نهاد وبشيرة، واش رايكم نشوفوا في تي ار ورأي الشارع الجزائري ونعاود نقولوا لكم؟ أكيد. نقدر نقول لك حاجة مليحة، هي مرة تكون تعرف توري البلايص، تخرج رحلات، يعني ما فيها حتى مشكل يعني. بي ولا يديروا كيتيريو ستيك مع انسى في انسى، شوي داكور مليحة بيان. مي باش ولا ميلونج هكذا مع رجال، انا في رايي ديجا المراه كي تسافر وحدها ما يجوش، لازم يكون معها محرم. ما نشوفش حاجه مليحه يخدموا، اكيد نسى كاع راهم يخدموا. مليحه نقدروا نبعثوا انسانة معاها، انسى في انسى سي بيان، مي ولا كان ميلونج انا في رايي ما يجوش هو شرع. وتولي المجتمع كل واحد كيفاش يشوف فيها نظرة وجهة نظر مجتمع. صعيبة لازم تكون تعرف بيان البلاد، ولا هنا في البلاد اوكي، ولا اوندور البلاد لازم تكون تعرف بيان البي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا رأي الشارع الجزائري. شوفوا ما نخبيش عليكم، رجل جزائري كيسمع باللي كاين غي توريستيك راجل
ما يطلقش مرتو لازم يروح معاها، لازم رجلو على رجلها. بصح جو بونس كي تكون كاينه اون فام غيد توريستيك تقدر تدي ولادها وتروح تروح مع صحاباتها بليز اليز ولا لا. صح ليدي تاع انه مرا تخدم كمرشده سياحيه كيما قالت تعطي سهوله للمراه باش تقدر تخرج تشوف تشارك. كيما باريزوم كاين واحد الفئه يعطوها سولو وومن ترافلر، دي فام يجي وحدهم يحبوا يفواياجيو، كي تكونتاكتيك في الايميل ولا تقول لك انني حابه غيد توريستيك فام بس كنت نحس روحي بلوز اليز ما ملهيها من الخارج عندهم نفس التخمامه ماشي غير حنايا هكا. بما انك راكي مرشده سياحيه وقليل نشوفوا نساء عندهم اجونس دو فواياج عندهم وكالات سياحيه اللي في معظم الاحيان نلقاو الرجال هما اللي شادين الوكالات السياحيه، ما خممتيش ربما انك ديري وكاله سياحيه بما انك انت مرشده؟ علاش حتى الوكالات هما اللي يجيبوك باش تروحي ترشدي وهما يدوا ربما اكثر مبلغ مالي اكثر منك انتيا ولا يعني انت تشوفيها باللي جو بريفير زعما نخدم مرشده باسكو باش ما نكونش مربوطه ولا هي في الحق؟ علاش باسكو الزوج تاعي واحد شاد وكاله سياحيه وانا من الاول الفكره تاع وكاله سياحيه ما تاتيرينيش ما تعجبنيش، نحب مرشده سياحيه. ما تحبش البيرو؟ ما نحبش فوالا نحس شغل راح نحس واحد راح يربطني في بيرو فوالا نولي نتقيد وتولي مسؤوليه اكثر. مرشد سياحي صح عنده تقريبا نفس المسؤوليه تاع وكاله سياحيه لكن بزاف في الميدان. في الميدان راح تكوني ممثله للوطن، ممثله للبلاد اللي راكي تمثل اللي راكي عايشه فيها واللي ديري فيها الارشاد، ممثله للوكاله السياحيه اللي تخدمي فيها وزاد ممثله لنفسك. سما هنا تنقص شويه على اسمها المسؤوليه بورابور وكاله سياحيه فيها بزاف لي طاج. يلا عايشين يومياتك انت مرشده سياحيه على كل القطر الوطني، مثلا نحن سياح واش هو المسار في الجزائر؟ واش تورينا في الجزائر؟ الحاجه الاولى نقترح عليكم برامج سياحيه واش حبيتوا ديروا، واش حبيتوا المدن اللي حبيتوا تشوفوها، هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه نبداو نحوسوا نبداو الجزائر ثلاث ايام. قولي لنا ثلاث ايام نكتشفوا القصبه، نكتشفوا قصورها، نكتشفوا مساجدها، ومن بعد نزيدو نطلعوا نوتردام، بعد نوتردام باستيون 23، ومن بعد الدوزيام جور ايوا ما نساوش قعده شعبي وقعده حنه وزاد ثاني الفطور في دون زان ميزون شي لابيتون في القصبه الداخل تاكلي هذاك الماكله تاع العاصمي، ومن بعد ثاني دوزيام جور تكتشفي المتاحف تاع الجزائر اللي تزخر بها العاصمه، ومن بعد مثلا متحف الباردو، متحف الفتره القديمه والفتره الاسلاميه، ونزيدوا متحف الفنون الجميله، حديقه الحامه. بصح حديقه الحامه احنا كل يوم ندوروا فيها، بصح كي تدوري فيها مع مرشد سياحي ومن بعد نزيد نجيبوا لك اخصائي في علم النبات يحكي لك تشوفيها بعين وحده اخرى ما تعيشي فيها. زيدوا ثاني بالك ما على بالكم باللي حديقه الحمام انه صوره فيها الفيلم تاع طازو من نفسه حتى في بوسعاده صوروا تاعو في حد فيرير عندنا في بوسعاده مولا فيريرو تما شفتوني بلي انا ثاني معاكم معنا تخدمي يعطيك الصحه نهاد. الله يسلمك الله يسلمك شرفتونا وانستونا ونستونا اليوم بمعلوماتكم ان شاء الله نديروا نهار ونخرجوا معكم. قلتي الانس والانس فكرت انس النحله نويزه كان ما نذكروش الساعه مباشره وانا يعطيكم الصحه. احنا نروحوا لفقره هنا التحدي وراجعين بعد الفاصل. عندما تبدع المراه في كل المجالات تخلق نشاط خاص بها وتدعم الفئه اللي تمثلها من الصناعات المتميزه فيها صناعة الأجبان التقليدية هن التحدي. واليوم نجاة جغبوب راح تشاركنا قصة نجاح مشروعها في برنامج جلسة ونسة. بعد ما شفنا هذا البورتري اللي تعرفنا فيه على نجاة جغبوب هذه المبدعة صانعة الجبن وصانعة الورد برقيها راهي حاضرة معنا اليوم. مرحبا بك. بك مرحبا سيدتي. لاباس؟ بخير والحمد لله. كيف صحة رائعة إيجابية الضحكة ما شاء الله عليك. مرحبا بك. بك مرحبا سيدتي. شكرا على حسن الضيافة. شوفي سمية سهيلة سارة لازم كذا سيدتي راك أنت سيدة الجلسة هذه. الله يكرمك سيدتي بكم أنتم مرحبا. أنا نظن على حسب ما حللت الشخصية شوية
كي تربيتي في عائله نظن كيما حكيتي لي من اب فلاح وام حرفيه وخالتي الورود حياتك كامل والزرع والنباتات نتجت هذه الشخصيه الرقيقه الهادئه الراقيه الجميله ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله يعني نضن عليها من الطفوله ما شاء الله الله يكرمك. احكي لي شويه واش ديري. نجات جربوب رئيس جمعيه الام الحرفيه لنشاطات المراه لبلايه البليده ومدربه في صناعه جميع انواع الاجبان، اجبان عالميه بلمسات جزائريه بأيدي نساء جزائريات. ما شاء الله يبارك. الله يسلمك. يلا السيده نجات حضرتك تبارك الله عليك مثل ما قلتي يعني تصنعوا الاجبان العالميه، اولا ما كنت كثار ناس ما يعرفوش انه في اجبان عالميه تتصنع هنا في الجزائر، اجبان سويسريه، اجبان هولنديه، اجبان ايطاليه، فرنسيه ايضا. تخيل ممكن تكلمينا عن كيف نقدروا انه نصنعوا اجبان عالميه بلمسه جزائريه؟ بلمسه جزائريه هي نقول أجبان عالمية بلمسة جزائرية. ما هي الأجبان العالمية؟ أجبان العالمية كنقولوا الأجبان أجبان من التراث من القديم والأجبان المادة الأولية والأساسية اللي هي لها حليب. الحليب حليب. الأجبان بمواد طبيعية بمواد طبيعية. طيب كيف اللمسة الجزائرية؟ اللمسة الجزائرية عندنا هنا في الجزائر الأجبان تاعنا من تقاليد من الصناعة التقليدية من التراث الجزائري، وكل منطقة عندنا هنا في الجزائر لها تسمية للأجبان ديالها، وكل منطقة قلنا لها تسمية ولها مادة طبيعية في الأجبان باش نصنعوا بها الجبن. مادة طبيعية. لماذا الأجبان ماشي حاجة واحدة أخرى؟ الأجبان والورود وش حكايتها؟ الأجبان والورود صناعة الأجبان صناعة تقليدية، قلنا أنا بنت عائلة أم حرفية وأب فلاح. المشروع تاعك كيفاش بدا؟ يعني نظن أنه أنت كنت رئيسة جمعية كما قلتي في من الأول، ومن بعد قررتي فجأة أنك تدوري للأجبان. حنايا قلنا بنت عائلة فلاحة وأم بنت أب فلاح وأم حرفية ربي يرحمهم على كل حال. الله يرحمهم. ربي يرحمهم. بديت صناعة الأجبان ملي كان عندي 14 سنة. والله يبارك. قلت لك أنا أحكي لي القصة حكيتها لسهيلة. حكينا أنا كيف كيف أنا أنت. ملي كان عندي 14 سنة وحنا كان عندنا المال. مربين المال اكيد نشوف الحليب قدامنا، الوالده تاعي كيفاش تخدم الفورمات ديت عليها الصنعه الحمد لله، وزدنا قرينا وطور قريت وطورت في يعني انت دارسه عليه الانواع هذه تاع الاجبان. اكيد هو كما نقولوا قلت لك باللي بديت الفورماج وخدمت شي دار هذاك الوقت ملي كان عندي 14 سنه جبن شي دار، ومن بعد زدت طورت فيه قلت لازم انايا يعني نقرا ونبين الخبره نتاعنا. من بعد اسست جمعيه، انا قلت هذه الرساله لازم نبينها للغير لازم نديها للغير، وعلاش تقعد حبسه عندنا حنا نسمعوا برك اجبان عالميه برك اجبان هولنديه بون حيوهم على كل حال. ممكن تسمينا انواع الاجبان مثل ما قلتي الشيدار اي نوع ثاني تعملوا؟ عندنا كومونبير، عندنا غرييغ، عندنا شيدار، غودا، بارميزان، موتزاريلا، جبن الطازج، موتزاريلا، كاتشو كافالو، بوراتا لاخره. من جبن الاولية تاعنا تعرفها البوراتا؟ هو المادة الأولية قلناها الحليب. إذا ما كانش عندنا الحليب ما عند مام إنسان مام إذا راح دار شراء ماتيريال يستقام كما نقولوا لي يقدر مؤسسة شركة ولا 700 ولا 800 مليون حتى المليار وما عندوش الحليب تسمى عنده مؤسسة فاشلة ماهيش ناجحة. مشروع ناجح. حضرتك دربي يعني رئيسة جمعية الأم الحرفية لنشاط المرأة ومدربة في صناعة جميع الأجبان. أوكي النساء اللواتي يجوا يتعلموا عندك كم مدة يعني ياخذوا باش يتعلموا حرفة صناعة الأجبان؟ نقدموا لهم دورات تكوينية في مدة 4 أيام متتالية. من برك 4 أيام؟ 4 أيام متتالية نقدموا فيها جميع أنواع الأجبان، ولكن بعد الدورة يوجد مرافقة. نقدموا لعلينا كتاب فيه جميع التقنيات ووصفات الأجبان، ونعرفوهم على المادة الطبيعية باش يصنعوا به الجبن. من بعد يوجد مرافقة بعد الدورة حتى وين نشوفوا المتربص تاعنا المنتج ديالو خرج في السوق.
نقدموا الدورة التكوينية في صناعة الأجبان، والثانية في إنشاء مشاريع وتسيير المؤسسات. كيف إنشاء المتربص هذا؟ كيفاش حينشأ المشروع دياله؟ ولا هذا اللي حبيت دوكا نسألك، أنه دايما نحب نسلط الضوء على الصعوبات تاع أي مشروع نكونوا راح تبداه للمرأة أو غيرهم النساء، باش يتعلموا من الخبرة تاعكم. وش هي الصعوبات اللي قدرتي تمري يعني اللي مريتي عليها وقدرتي تتجاوزيها وكيف؟ أكيد كما كاين النجاح كاين صعوبات، ولكن نتخلاو عليها ونتفداوها ونتحداوها والتحديات. أها النجاح ماهوش حيجي غير هكذا. وجهوما الصعوبات؟ يوجد صعوبات، يوجد في اي كما نقولوا تلقاي صعوبات. يعطيك الصحه سيده نجاة، ان شاء الله ما تلقاي حتى صعوبات، لا انت لا المتربصه تاع عندك لا اي واحد راهو يدير ولا ناوي يدير مشروع. ان شاء الله شرفتينا اليوم. الله يكرمك سيدتي، مرحبا بك مره اخرى ان شاء الله. شكرا الخير. احنا مشاهدينا نروحوا وراجعين بعد الفاصل. أعطوني البلد اللي ما تقدروش تروحوا له كان يعطيكم الملاير. أنا يعطوني الملاير روح لأي بلد. كش بلد نروح لهاش. نحب نديكوفري، نحب نكتشف البلدان على اختلاف ثقافاتنا. نحب نروح لكم البلدان، ما عنديش بلد زعما نحبش نروح لها. أنتوما كاينة بلاد ما نروح لهاش بلا ما نقول اسمها، غير جارتنا من نفسها ما نروح لهاش يعطوني ملاير. أي 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 بس كي كرهونا نبدلهم نفس الشعر. أنا يعني صراحة أفار كوريا يعني متمني حتى بلاد صح. أفار كوريا يعني هذه أكيد هي بلادي، صح غير كوريا الجنوبية متمني حتى بلاد. ليش يعني مازال ما رحتي لهاش؟ ما فهمتش. ما فهمتش، كل ما نجي نحاول نروح لها تجيني ربي ما كتبش يعني ربي سبحانه ما كتبش. إن شاء الله يكتب لك راجل كوري. أفهموا رواحكم. أنت يا هنا؟ تكلمت على كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية أكيد ما أروح لهاش كان يعطوني الملاير. كسينغ تشونغ في الصين اللي موجودة فيها المسلمي الويغور اللي يتعذبوا تما أكيد ما أروح لهاش، وسيبيريا بس كبردة بزاف والحياة فيها صعبة جدا جدا، نقص 40 نقص 70 درجة مئوية وفيها داء المرتفعات. مليحة الإكسبيريونس فيها البطريق، فيها البطريق نروح لها بلايص هكا نورمال. انت راكي تتوالي معاهم جايه كيوت كيما هما. انتم مشاهدينا في التعليقات في الحلقه تاع اليوم قولوا لنا واش من بلاد ما تروحولهاش لو كان يعطوكم الملاير، وحنايا في فقره نون وفنون راح نستقبلوا آية صوفيا وراجعين بعد الفاصل. ضيفتنا عفوا الجميلة المتأنقة الرقيقة الراقية المنشدة آية صوفيا، خلوني نرحب بها. الله يسلمك، شكرا جزيلا. عفو. يا جمال الدخلة. إذا سعيدة اليوم تواجدي اليوم بلاطو شروق وبكم أنتم من الرقراقات الجميلات. وكذلك نرحب بمشاهدينا الكرام ونقول لهم إن شاء الله نفوتوا حلقة جميلة. أنا حبيت فيها اسمها آية صوفيا، فكرنا بالمسجد أكيد اللي بتركيا. آية صوفيا من أجمل المساجد صح بالعالم، فتبارك الله. شكرا الله يعني فكرة جيدة أن اختاروا لك. الله يسلمك. هي الله يبارك عليك تتمتعي بصوت ما شاء الله عليه، منشدة للأناشيد الرمضانية وفي المولود إلى غير ذلك. نظن سيغمون جاوك عروض قالوا لك لا لا غني، الغناء فيه دراهم، الغناء خير. كيفاش خيرتي طريق الانشاد وقعدتي متمسكه به؟ شوفي اولا صح اي واحد يدخل مجال الفن الا ويجوه عروض، هذه ماشي غير فقط انه راني منشده ولا مجال الفن كله فيه عروض ومليء بالعروض. انا كمنشده كما نقول كيفاش نقولوا انا سطرت المبدا تاعي وسطرت رسالتي وهدفي منذ انه كنت صغيره من عمر اكزاكتومون 14 سنه. بديت نشوف في روحي تلك الطفلة أو تلك المرأة اللي رايحة تجي في المستقبل اللي تحمل داخلها أولا في قلبها رسالة ما راحش تموت أبدا، هكا كنت نشوف في روحي. الحمد لله يا رب العالمين، دايما نقول أنا علي كرم الله وجهه يقول توقعوا خيرا، إذا توقعت خيرا فستجده بإذن الله. فأنا دايما كنت نشوف أنه التوقع الجميل هو اللي راح يخليني نحافظ دائما على مبدئي ورسالتي.
فالحمد لله يا رب العالمين. نقول انه لكل واحد عرض عليا عرض كيما هذا ما كانش غلط، معليش. يعني حتى نقولوا الغناء كاين بعض من الغناء، الغناء الملتزم الجميل، كي نقولوا غناء ملتزم مش فقط اناشيد، غناء ملتزم يقدر يكون اغنيه ايجابيه، اغنيه تحفيزيه، اغنيه اجتماعيه عن الوطن. فانا اعتقد انه الحمد لله وفيت كل الشروط وسطرت مبدئي ورسالتي، وهذا هو احسن حاجه عملتها في حياتي الحمد لله. ان شاء الله تعملي اللي جاي افضل ان شاء الله. امين يا رب. نتكلموا على مجال جديد دخلتيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخيل فيها ايا صوفيا راهي حابه تدخل معنا في البرنامج، بما انك عملتي فقره اسمها لك انت، لك انت. كلمينا على الفقره هذه. نعم صح، يسعدني الملا ويشرفني في الحقيقه. قناه الشروق دائما تستقبلني، دائما تعيط لي، جامي ينسوني، دائما يتفكروني. فمن خلال هذا المنبر نشكر كل المسؤولين على هذه القناة الجميلة ومحتواها جميل. لك أنت هو محتوى بديته عندي واحد شهر هكاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة المرأة، لنشر المحتوى الهادف اللي يليق بها. لقيت أنه مجال المرأة أو كل المؤثرين اللي نحترمهم ونوجه لهم رسالتي ونوجه لهم تحياتي من خلال هذا المنبر، بالك نقولوا راهم يتكلموا بصفه عامه، يعني مش فقط مجال المراه بحد ذاته، او ما نقولش المؤثرين، نقول في مجالي مجال الانشاد يهضروا بصفه عامه. فانا قلت لما لا ما نوجهش رسالتي كمنشده للمراه فقط. منشدة أولا ثم إعلامية، لأني مازلني طالبة وراني نقرا الإعلام، ندرس الإعلام. الله يسلمك. دونك قلت لما لا ما نوجهش نفسي توجه نسوي فقط. فعملت على هذا المحتوى وسميته لك أنت، كل يوم ثلاثاء على الساعة 9:30 ندير كما يقولوا فيديو تحفيزي بصوتي، كوني أني دخلت بزاف لي فورماسيون تاع التعليق الصوتي، والحمد لله اليوم راني نعمل في هذا المجال. وعملت مع شركات في قطر، تركيا، مصر، وجوني عروض في صناعة الوثائقيات، اللهم لك الحمد. ما شاء الله، الله يسلمك. كنت نسألك هذا السؤال، حرقتي لنا السؤال، تبارك الله عليك، تبارك الله. ما خرجتش نهضر. آية صوفيا، كنت شاركتي في عمل في وقت كانت الجزائر محتاجة لأولادها ولفنانينها، في عمل جمعك مع سهيلة بالشهب زميلنا يحيى طبيش، يعني كنتوا فنانين كثار وين أديتوا أغنية اللي توقفوا مع الجزائريين في وقت كانوا محتاجين لشيء دخل جديد وأزمة مرينا بها ومر بها العالم ككل. هل آية صوفيا متواجدة في اي حاجه تكون محتاجه لها الجزائر حتى بدون مقابل؟ لانه نعرفوا الانشاد يعني ما فيش داخل بزاف، كيما واحد يغني يخرج البومات يسمعهم عنده ناس ولكن قلال وللاسف معليش. هل تقدري توجهي ولا تمدي حاجه للجزائر لما تكون محتاجتك بدون مقابل؟ شده وتزول كانت بدون مقابل. فوالا هذا لا لا واحد اخرين على بالي شده وتزول والاخرين. يعني هذه قدمتها للوطن في وقت كان محتاج لصوتنا كلنا، كان محتاج للمه اللي تلميناها. شده وتزول على بالك كي نهضرها، كي نهضر عليها نحس باللي الحمد لله قدمنا ولو شيء قليل للشعب تاعنا او للعالم باسره. على بالك باللي العالم العربي كامل هضر على شده وتزول، العالم العربي كامل صح، يعني دار قفزه، قفزه نوعيه الحمد لله. هل تقدري تزيدي تقدمي مشاريع هكذا؟ اكيد بدون مقابل. بدون مقابل وانا معاها اكيد. اي حاجه اكيد سهيلة. كنا متفقين وانا والله كيما والله حتى صح. انا لي الشرف انه كنت حابه نعمل اغنيه رمضانيه انا وهي، تشفي الفكره اللي طرحتها لك؟ اكيد ان شاء الله ان شاء الله كل يوم، وعلاش لا تحقق لنا هذه الامنيه الشروق ان شاء الله. ان شاء الله لما لا ان شاء الله. هو سؤالي لك كيما قالت الاخت سميه انه الانشاد مع الاسف قليل اللي يعرف قيمته اللي قاعد يسمعه في الاجيال هذه، مش فقط في الجزائر، في الوطن العربي ككل. ما تحسيش انه ساعات تقعد تخمم مع نفسك انه وعلاش احنا هكا تاع الانشاد مظلومين، مش مدين حقنا كما بزاف فنانين ما بين قوسين؟ يعني حتى انا كي راني نغني في غنى نظيف يعني مانيش لاقيه راسي شويه، فتلقاي اغاني واحدة اخرى ما كلامها مع الاسف هم قاعدين يشوفوا فيه، تلقاه متروج اكثر من الفن تاعنا واكثر من الاشاد في حد ذاته. ايه فوالا، ما تحسيش بلي كاين نوع من الظلم وعلاش هذا السبب؟ شوفي مش فقط ظلم، انا نشوف انه الناس ما راهيش توجه نفسها في الخط اللي لازم توجه فيه روحها. كلنا مسؤولين على ذواتنا، انا مسؤوله واش راني نتبع، مسؤوله شكون راني نابوني في الانستغرام ولا في كل المواقع. صحيح. علاش ننتبهوا في التفاهه؟ علاش؟ لما لا رانا قوم تبع تبعي مجال ما راه يضيف لك حتى حاجه، فقط تفاهه
لانك تحاولي كيفاش تلبي كما يقولوا تلك ذلك اكزاكتومون الفضول، هذه هي الكلمه اللي كنت نحوز عليها. فنشوف انه شوفي نجاوبك على واحد السؤال سهيله. الحمد لله انا تنبلك في بداياتي كنت نقول هذا الكلام، كنت نقول الرساله تاعي راح تجي شويه صعيبه لانه بالك محتواها قيم وثقيل، ولكن على عكس كاع واش كنت نشوف عباك باللي الناس والشباب متعطش لمثل هذه المحتويات، عباك باللي كي نتلاقى بهم هكا يقولوا لي ايا صوفيا رانا محتاجين لك، وين راكي علاش راكي غايبه؟ خاصة شوفي في المشارقة عندهم اغاني رمضانية، صح كل رمضان ينزل البوم، صح الناس تشريه الجزائر، يعني صح في كذا يعني في الافراح في الجزائر في ناس يتواصلوا مع المنشدين اللي يغنوا لهم في الافراح. صح صح انا صح اللي تغيظني نعم صح نشوف هكا شويه في لي ريزو سوسيو، نصيب واحد خرج اغنيه ملايين المشاهدات، ومن بعد هذوك الملايين المشاهدات منين جابهم؟ والناس وما تروح تقول في لي كومونتير لا عيان وماشي مليح، ها هو المليح كاين علاش ماكوش تروح تديروا له ملايين المشاهدات؟ صح علاش ماكوش تروح تشجعوه؟ صح صح هذه هي المشكل. انا مازال ما فهمتش والله مازالني حيره. شوفي قالت لك ولي جاوبتك من قبل قالت لك ولينا قوم تبع خلاص ولينا هذه هي ولينا قوم ما راناش نعرفوا صلحنا، هذا ما كان هذه الكلمه صلحنا ما راناش لاقيينه. اي غني لي قمر انشدي لي قمر. سارة تحبي قمر وتحبيني انا يعني صحيح يسلمك. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر تلقى عندها الشمس عندها نبره تاع تراك تغني تركي من داك الدنيا باينه والله غير عندها نبره تاع تراك ما شاء الله. اي انا راح نكون من اليوم اول داعمات ليك في لي ريزو سوسيو باش تلاقي الانتشار اللي تستاهليه واللي تامنوا باللي عندكم نفس الشخصيه. خلاص آية نفس البرج حبيتها نفس الشخص البرج. شكرا جزيلا على كل حال، راني هنا على عيني وعلى راسي صافي فريمون بليزير وربي يحميك. الله يسلمك سارة شكرا جزيلا بارك الله فيك. المشاريع المستقبليه شراكي ناويه تزيدي تخرجي لنا؟ قلت لك توجهي من اليوم ورايح يكون نسوي 100% فاني نوجد ان شاء الله الاغاني للنساء لانه بزاف مساكن ما مش نهضر عليهم بزاف يقبلوا فينا انا كاتبه انا النساء راهم دايرين مساحه كبيره، ما خلوش الرجال يزعفوا علينا يتفرجوا فينا، درنا لهم برامج نسويه محلات نسويه مقاهي نسويه ماشي باش يزعفوا عليا والله العظيم، يعني في الحقيقه راني نوجه رسائل بزاف. هيا نلعبوا يلا خلونا نلعبوا. شوفي ايا احنا في كل حلقه عندنا كويز، عندنا صورة نعطيكم ديزانديس سيو تعرفوها، عندنا كلمة تكملوا الغنية تاع هذيك الكلمة، عندنا تاني تسمعي مقطع موسيقي تقولي لنا شكون اللي غناه واسم الأغنية، وعندنا مثل شعبي تكمله. اوكي مريقلة تاي نديرك مع سمية باش تصير ما تخسريش. خاطش تعرف قال إجابة يلا شاطرة شوفي معايا سمية ونخليها أنا مع سمية باش تربحي. شوفي سمية ندير لك شي ألفين براسكم معليش نخليك فيه خلونا نربحوا والله ما نعرف نجاوب نبلطوا. هيا روحي معاها أنا ما حبتش تفارقني. هيا روحي هيا سمية مناقش شتي ما حبتش نلعب معاك تفكري. لا احنا ثنائي مشاغب احنا ثنائي مشاغب أو ميم طون من عصابة الرداء الأصفر الأصفر البني المهم أعطونا أول صورة. ها
هذه يد شكون؟ هي هي مغنية لبنانية هيفاء وهبي نجوى كارم نانسي عجرم ورحتوا للمغنيات ما نعرفش جدينا تعتبر مغنية شعبية من الطراز الأول فيروز نجوى كارم فيروز نجوى كارم جبتها سمية نجوى كارم جبتها أنا الأولى يا أخي قلتها ولا حبيت برك نزيد شوية كيفاش فيروز كلاسيكية فيروز كلاسيكية لبنانية هي قالش فنانة لبنانية وشعبية عرفتها حسيتيني ياك السيدة فيروز تغني كلاسيكي أنا كي قالت شعبي قلت فين علاش قلت السيدة معليش معليش مازال الخير قدام سيرفيس فقط باش نوجه لها تحية الفنانة نجوى كرم سبق مهدا هاد السيرفيس مهدا الهناء اللي حزتني ندي معاها سنة طيبة أكيد عندكم سبق وحاورتها أنتم ديتو على حاورتها على بالي صح نروحوا كلمة في أغنية أعطونا الكلمة؟ يلا يلا غردك غردك إلى غردك تقعدي وين؟ هذه كلماتك ادي غردك وروعي قولي لي غردك إلى غردك في المارياج ما عرفناهاش غردك غردك أنا ما عرفتهاش ما عرفتهاش هذه باينة هذه واعرة إي ياسين ماشي غرضك هذا ماشي غرضي هاكي كاين واحد الاغنيه تاع ماشي غرضي ديرولها العقل باللي بصح غرضي لا غرضك مش كيف كيف غرضك فيا ومازالني معاك مازالني معاك قول علاش مازالني معاك ومكتوب الشده شحال نحبها صح عندي ما جاش فيها غرضك فيها غرني نار هاد لاشونسون سمعتي لقطع الزبي نروحوا للمثل الشعبي يلا بالك المثل الشعبي نلقى روحي فيه لا لا هذا صح هيا ما لقيتيناش كاع هيا شديها لك روحي غرضك فيا صح من عندي عندك طبع انا الاولى انا عندي تنقطع انا وديجا عندي اغنيتي هكا من عندي وعندك تنقطع لا مشاغي بس غير من عندي تنقطع يا سوقي يلي قلبي فيك خدع يلي قلبي فيك خدع الله 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 والسيرفيس ندو احنا المفروض يديروا خمسه كويز باش الخامس يقطع ما فهمتش اكو اكسكلي نتوما ديسيديت نخرجكم برافو عليك شفتي اخر يلا يلا اخر سؤال اسمعي لا ميوزيك اوكي يا زينة سربيلتين سربيلتين مبروك عليك آية ربحتي صوفيا صوفيا عصابة الرداء الأصفر سامحيني سامحيني آية مبروك عليك ربحتي في الكويز معنا في المسابقة معليش ربحتي سهيلة 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 تسمعي سهيلة حبات راني لا 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 مش على هذيك ما مش عارفة اللي عندنا علاقة عندنا علاقة من قبل أنا وسهيلة فقط ومليون سارة وفي القلب كامل كيما راكم شكرا سميه شرفتينا سميه ساره ساره هنا متشرفين كلنا ان شاء الله شكرا شكرا لكم قبل ما نسمع انشودتك الاخيره نودع الجمهور نودع زميلاتي يعطيكم الصحه الحلقه تاع اليوم ربي يخليك كنتوا خفيفات وهيلين وتهبلوا ربي يعطيكم الخير ويرزقكم كوشكم تمنين حبيت برك نقدم اهداء المتابع وفي الحصه جلسه وانثى يحبنا بزاف خادمي فريد وزوجة تاعو فوزية من بوفاريك خدام في المستشفى الجامعي لمدينة بوفاريك هو من الجنود الجيش الأبيض اللي ساهموا في الكورونا بزاف وخدم وتعب الله يعطيك صحيحتك إن شاء الله ويفرحك بولادك والخير وانداله نقول لك ربي يعطيك فرحة تدمع لها العين عاجلا غير آجل يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله من رب العالمين على هذه أنا نودعكم مشاهدينا نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله بقوا على خير ونخليكم مع صوت آية ولآخر لحظة ازرع معروفا واغرس فكرة لا تيأس فالخير بنا فطرة فالخير يداعبنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد لا لا لم نخلق عبثا حاشا لا بل لنعمرها دنيا لا لنمهد دربا كي يأتي جيلا يستكمل ما كان لا لا
لن تبقى همتنا ما دامت فينا غايتنا فلنحيا في الأرض كراما إنسان يبني الإنسان لنبقى عبثا حاشانا. برافو، يعطيك الصحة. شكرا لكم، شكرا جزيلا.